نظام جديد مبني على التكنولوجيا جاء ليسهل على ذوي الإعاقة إجراءاتهم. فقد استحدثت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نظام التابلت في اللجان الطبية منعاً للأخطاء اليدوية وتوفيراً للوقت. التابلت يتم استعلام ادخال اليوزر وفي بروسيس معين بحيث انه يكون لكل دكتور كود خاص فيه. يتم ادخال الرقم المدني للمعامله اللي موجوده قدامه، تطلع له كل البيانات وتقاريره، وبعد النقاش وبعد اتخاذ القرار يتم اتخاذ القرار سواء الاعاقه بسيطه او متوسطه او شديده مع صلاحياتها بيج باي بيج، يعني بالتسلسل لغايه النهايه الاعتماد. ونس هي كليك اعتماد راح يتم ظهور التوقيع الاليه للدكاتره الموجودين. مميزات التابلت انه وفر لنا الوقت والجهد ومنعا للتزوير، لان كل دكتور يدخل بكود خاص له يستخدم هالكود هذا، ويرفع الدكتور يرفع التقييم والحاله المرضيه للحاله المتقدمه للجنه، ترفع دايركت للنظام. خدمات فريدة ومتميزة تقدمها الهيئة باستمرار، حرصا منها على توفير سبل الراحة لذوي الإعاقة، سواء أكان من خلال افتتاح أفرع جديدة في محافظة الكويت أو وضع دراسات حديثة حول استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات. تسهيل على المراجعين بدل ما يكون التكدس مقر الهيئة، نسهلهم يعني نحاول إن نفتح بجميع محافظات الدولة. فتحنا محافظة حولي، محافظة الجهرة، وحاليا محافظة الفروانية ومحافظة الأحمدي. الخدمة جديدة حطيناها للمراجعين عندنا بالصالات، اللي هو تقييم المراجع للخدمة اللي وفرناها له على الكاونتر. منها يحط إذا هو كان راضي غير راضي، وإذا كان غير راضي يقدر يحط لنا نوت ورقم تليفونه أو إيميله ونقدر نتواصل معه. الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تبذل جهدا كبيرا لمواكبة متطلبات أصحاب الهمم ومحاولة تذليل الصعاب أمامهم، لا سيما أيضا في عملية انخراطهم في التعليم أو سوق العمل. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.